الأيام الوطنية لنزهة الملحون التي نظمتها جمعية دريس بالمامون للبحث والإبداع في فن الملحون بمدينة سلا في نسختها 6 تحت شعار سلا مركز إشعاع ثقافي متجدد، شكلت مناسبة لجمع بين جمالية قصيدة الملحون المترسخة في هذه المدينة العريقة وجمال الطبيعة الخلابة التي تزخر بها خاصة في فصل الربيع. فهذه الأيام الاحتفالية بمدينة سلا التي تعرف تداخل التاريخ والجغرافيا والطبيعة لا يمكن أن تستقيم في غياب تنظيم جولة بالمراكب على ضفة نهر أبي رقراق مع الاستمتاع بقصائد فن الملحون بإنشاد الفنانين المشاركين في هذا العرس السنوي. نحن في فضاء أبي رقراق على ضفاف نهر أبي رقراق بفضاء مارينا. هذه المؤسسة العتيدة التي تنشكرها دائما أنها تتمدنا منذ أن وجدت، ونحن ننشط على فضاء مارينا بأنها تتيح لنا الإمكانية لتنظيم نشاط خاص بنزهة الملحون. الرحلات المنتظمة بالمراكب يوميا بين ضفتي نهر أبي رقراق للعبور بين مدينة سلا والرباط العاصمة لم تتوقف منذ سنين، خلت رغم رياح العصرنة وتشييد القناطر التي هبت على المدينتين جارتين، وما زالت تمنح للساكنة السلاوية خصوصا مجالا رحبا للمتعة والاحتفال بالتراث الثقافي بكل تجلياته. الدورة 6 للأيام الوطنية لنزهة الملحون حملت اسم عالم من أعلام الأدب المغربي، الأديب والمؤرخ والباحث الدكتور عباس الجراري الذي كرمته الجمعية. اتشكلت مناسبة لتنظيم ندوات فكرية وأمسيات فنية أبرزت قيمة فن الملحون وأعلامه.